Hello, Maya. I like eating fish and chips. مرحبا أهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب تعلم الإنجليزية مع هيا. Hi guys, welcome back to my channel Learn English with Hiya. فاليوم نحن عنا ضيفين بابا وأنسي بكس. بكس هي من بريطانيا. وقلن بابا شو رح نعمل اليوم. Okay. السلام عليكم، رمضان كريم أول شيء. اليوم رح نبدأ سلسلة اللفظ والنطق الصحيح في اللغة الإنجليزية مثل ما هيا حكيت لكم من قبل. فاليوم نعمل شيء يعني بسيط، هو عبارة عن كلمة and. رح نشوف كيف الأجانب أو البريطانيين بيلفظوا الـ and لما بندمج الأصوات مع بعضها. في عنا ضيفة هلا اسمها أنسي بكس، وهي زميلتي، درسنا سوا الكورس تبع اللايسنس تبع تدريس اللغة الإنجليزية. فهي هلا بعد شوي رح تسألها عن شو هي الأكل المفضل لإلك وشو هي الموسيقى اللي أنت بتسمعيها. بس قبل ما نعطي هلا الميكروفون لهي وتسألها، بدي إياكم إنه تعملوا بوز، يعني توقيف مؤقت للفيديو. سوري. اوكي. وجيبوا سماعات لانه في شغله مهمه لازم تنتبهوا عليها، والافضل انه يكون عندكم سماعات. اوكي. طيب هيا رح بضيفتك. Hi Bex, thanks so much for joining us today. Could you tell us about your favorite food and music? Hello Maya. I like eating fish and chips. I like listening to old-fashioned rock and roll. What do you like listening to? Well, I like listening to like Adele and Sia. Thanks so much for joining us today. See you later. Bye. Okay. وهلا بعد ما سمعنا لهيا وبيكس راح نحلل الجمل، وبدنا اياكم تركزوا على المخطط اللي باللون الاصفر. اوكي. فهلا رح نطلب من هيا تقول الجمله كلها وركزوا على الخطأ الاصفر. هيا، can you repeat the sentence please? I like eating fish and chips. اوكي. هلا رح نطلب من هيا تعيد المخطط بالاصفر بس بشكل بطيء، بشكل متقطع. هيا، can you repeat the yellow part please? Okay. Fish and chips. ملاحظين لما نقول الاند بشكل متقطع بنقول اند بشكل full form، يعني fish and chips. بس لما منقولها بسرعة بالكلام المتواصل اللي منقوله بعلم اللغويات connected speech ما بيقولوا آن، بيقولوا ن، بس بطلع نن. نرجع من عيدها. fish and chips. لاحظين fish and chips. إذا شايفين الآند تتحول لنه، بس نه بصير نه fish and chips. هذا هو connected speech. نقولها مرة تانية. fish and chips. طيب هلا منروح على الجملة الثانية اللي قالتها الأنسي بكس، منقولها كلياتها أول شيء مع هيك. هيا، can you repeat the second sentence? I like listening to old fashioned rock and roll. شايفين؟ انتبهوا على المخطط بالأصفر. rock and roll، يعني ما قالت rock and roll. rock and roll. rock and. إذا قلناها بشكل متقطع منقولها كيف يا هيا؟ rock and roll. بس بال connected speech rock and roll. مرة تانية. rock and roll. حاولوا تقولوها معنا. rock and roll. rock and roll. fish and chips. fish and chips. طيب آخر جملة اللي قالتها هيا، جواب هيا للأنسي بكس شو كانت يا هيا؟ I like listening to Adele and Sia. مرة تانية. I like listening to Adele and Sia. هلا can you repeat هيا، ممكن تعدينا the yellow part بس القسم الأصفر. okay. Adele and Sia. لاحظين Adele and Sia. يعني هي أصلا كانت Adele and Sia بس بالconnected speech بصير يعني الآن بتحول لنا بس صوت نا Adele and Sia. طيب هلأ ممكن أنتو حدا يسأل بيناتكم إنه هل يا ترى إذا قلت fish and chips يعني غلط؟ لا أبدا مو غلط أبدا. طيب ليش عم بتدخلنا بالصوتيات والفناتكس ونعلم الصوتيات؟ في عندي سببين، لاني انا مريت بتجربه تعلم اللغه الانجليزيه من اكثر من 20 سنه، فانا يعني بعرف شو هي الصعوبات اللي بيمر فيها المتعلم اللغه الانجليزيه، بينما هي ما مرت فيها لاني هي اكتسبت اللغه الانجليزيه وليس تعلمت. ف
فالسبب الرئيسي انه اعطيكم مثال انه انت مثلا عم تشوف فيلم او عم تسمع على البي بي سي او شفت واحد بريطاني او امريكي, فممكن انت للوهله الاولى تفكر انه هو عم بيقول فيشن, يعني هي قصده فيش اند تشيبس, بس هو لما بقولها بسرعه بيقول فيشن. بس لما بكون في عندك خلفيه كيف الاصوات بندمجوا, هذا كتير شيء رح يساعدك في تعلم اللغه الانجليزيه او اي لغه. اوكي طيب, هلا بدنا منكم, شو بدنا منهم هيا؟ هلا ايش دوركم؟ اكتبوا لي بالكومنت انه what do you like, what's your favorite food or what do you like listening to, بس لازم تحطوا يعني كلمة in او and. اوكي, ما بعرف اذا في عندكم امكانية انه تبعتوا صوت بالبوست نفسه وليس كرسالة خاصة, اذا في عندكم, اذا في هاي الميزة تسجلوا مثلا صوتكم تقولوا fish and chips مثلا, what's your favorite food, مثلاً ممكن تقول fish, my favorite food is fish and chips. حاولوا تقولوا وتسجلوا وتبعتوا البوست, منكون كتير سعيدين لنسمع صوتكم. نختم الحلقة, ولا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب, ومنشوفكم الحلقة الجاي. باي, thanks for watching everyone. Bye bye.